السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نضغط على زر المنيو الموجود بالريموت، تظهر قائمة، نضغط على التركيب ثم نختار قائمة الترددات. نضغط على زر إضافة الموجود بالريموت باللون الأحمر أو حسب اللون الموجود، ونبدأ بإدخال التردد وهو 108.92 مع معدل ترميز 27500، الاستقطاب أفقي. نضغط OK ثم نضع علامة صح أمام التردد، وبعد ذلك نضغط على زر بحث الموجود باللون الأزرق بالريموت، ونبدأ بعملية البحث عن جميع القنوات ثم حفظ البيانات.